حسناً، لا يبدو أن هناك أحداً في الأرجاء. حان الوقت لأهرب وجبة خفيفة خلصة. سأزيل سماعاتي اللاسلكية وسأضيف بعض الشوكولاتة. أوه، يبدو هذا حلواً وغنياً بالشوكولاتة ودفقاً ولذيذاً. والآن سأخفق قليلاً. والآن بعد أن جفت يمكنني إخراجها. تدا! شوكولاتة على شكل سماعات. إنها لذيذة. هذه أفضل فكرة راودتني منذ وقت طويل. ولكن يا للهول، أنا جائعة للغاية لكنني عالقة في غرفة العقاب الغبية. من الغباء التأخر والمعاقبة على ذلك. حسناً، طفح الكيل. علي تناول شيء الآن. لدي عبوة من البسكويت. لابد من وجود شيء أكله داخلها. الفتات جيدة بما يكفي. هيا الآن ادخلي إلى فمي. أهلاً، هل هذا كل ما فيه فحسب؟ تباً، لابد من وجود شيء آخر أكله كوجبة خفيفة. أجل، كنت أعلم. كان لدي قطعة حلوى عالقة بالخلف. أوه، أجل، هذا ما احتجت إليه تماماً. حسناً، كان ذلك جيداً، لكني ما زلت جائعة. سيدي، مرحباً، هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ كلا إطلاقاً، أنت هنا للعقاب. لكنني عقبت، انظر كم صف كتبت. غير كاف، واصل الكتابة. لا أصدق أنه يجلس هناك ويشاهدني فحسب. أوه، لقد تشتت انتباهه. إنها فرصتي الآن لعمل مكالمة سريعة. ديفيد، أنا عالقة في غرفة العقاب وأتضور جوعاً، أحتاج إلى مساعدتك. حقاً؟ هل تودين مني فعل شيء ما؟ ها، حان الوقت لتهريب بعض الوجبات الخفيفة. حسناً، لنرى. هو المعلم يجلس على مكتبه. يا إلهي، مستحيل، إنه ديفيد. أنت، أنا هنا. مرحباً ماديسون، لدي ما تحتاجين إليه. لدي لوح التزلج هذا. حان الوقت لإخفاء بعض الوجبات الخفيفة علي. كل ما علي فعله هو إضافة بعض الشريط اللاصق لهذه الأكياس ولصقها باللوح، ثم سأضيف إليه كل تلك الحلوى اللذيذة. والآن يمكنني توصيل هذا إلى ماديسون كي لا تجوع. أنا عبقري. حسناً، علي وضع هذا أرضاً وإرساله إليها. يا للهول، إنه يرسل إلي لوحة تزلجه. أمسكت به. لنرى الآن ما أرسل إلي. أجل، لقد أوفى بوعده. انظروا إلى كل هذه الوجبات الخفيفة المذهلة. يا إلهي، رائحتها جيدة جداً. أجل، لم يلاحظ حتى. مرحباً، ها هي تذكرتي الرقمية للفيلم. يبدو كل شيء جيداً، تفضلي بالدخول واستمتعي بالفيلم. مرحباً، أنا هنا لحضور الفيلم. ها هي تذكرتي. لكنني بحاجة إلى رؤية ما في حقيبتك. حسناً، ها هي، سأفرغ ما فيها. هذا ما فيها، هذا كل ما أحمل. ماذا؟ انظروا إلى كل تلك الحلوى. سأصادر هذه بالتأكيد. شرير. أوه، أنا أؤدي عملي فحسب. يا إلهي، رجل الحراسة ذلك يفتش عن الطعام. ربما يوجد ما يمكنني فعله بشأن هذا. أجل، بالطبع، يمكنني استخدام مكياجي. إنه الحل دائماً. حسناً، أولاً أحتاج إلى التخلص من المكياج الحقيقي. والآن لدي علبة عصير. سأحتاج إلى عصير بالتأكيد، لذا سأسحب بعضه بحقنة. حسناً، ينبغي أن تكفي هذه الكمية من العصير. والآن يمكنني إضافة هذا إلى عبوة ملمع الشفاء. سأملأ العلبة بأكملها قدر الإمكان. ها نحن ذا. والآن يمكنني وضع الغطاء مجدداً. علي إغلاقه بإحكام، فلا أود أن يتسرب في حقيبتي. حسناً، من المستحيل أن يعرف أن هذا ليس مكياجاً. انظروا، يمكنني وضعه على شفتي وسيكون لذيذاً جداً. حسناً، حان الوقت لمشاهدة هذا الفيلم. أو توقف في مكانك. أعلم أنك تود النظر داخل حقيبتي. لا تقلق، سأخرج كل شيء لتراه. أجل، كان لدي مجموعة من الوجبات الخفيفة. ستذهب إلى سلة القمامة. باي باي. أو لكن هذا مكياجي، يمكنني الاحتفاظ به، أليس كذلك؟ أحتاج إلى ترطيب شفتي. أنا لا أهتم بمكياجك حقاً. رائع، شكراً، طاب مساءك. أوه، كان ذلك موقفاً غريباً. أجل، لقد نجحت في الدخول إلى السينما بعصيري. وعلى ذكر ذلك، أحتاج إلى القليل منه. توقف عندك، الطعام والشراب ممنوعان في هذه الحفلة. هو كلا، لقد رفض إدخال هذا الرجل بسبب الطعام. لكن ماذا سأفعل بشأن الحلوى خاصتي؟ سأكلها الآن فحسب. لذيذة جدا، يمكنني إخفاء بعضا منها على الأكمام وفي الجورب. حسناً، ينبغي أن ينجح هذا. دعيني أرى، هل لديك أي أطعمة أو مشروبات؟ هل تمازحيني بهذا؟ يمكنني رؤية الحلوى. حلوى؟ هذا جزء من زيي. هيا ارحلي من هنا. لماذا لم يصدقني؟ مهلا لحظة، ربما يمكن لطبق الأزهار أن يساعدني. حسناً، سأبدأ بقطعه هنا هكذا. والآن يمكنني أن أبدأ بتفكيكه. وداعاً أيتها الأزهار، ها نحن ذا. هذه آخر واحدة.
والآن لدي هذا الخيط للطوق، سأفرده ليكون طويلاً ومستقيماً. والآن بالطبع حان الوقت لشرائط الحلوى، سأصفها على الخيط هكذا. أجل، والآن يمكنني تكرار هذا على الخيط بأكمله. انظروا إلى كل تلك الحلوى اللذيذة. حان الوقت لثني الأطراف إلى الأسفل. أحتاج إلى أن تكون في شكل شرائط نوعاً ما معلقة في الخيط. حسناً، لنضيف المزيد من الحلوى. الحلوى هي الأفضل. ثم علي وضع الأزهار مجدداً بالطبع كي يعتقد أنه توقع أزهار، وهي جميلة أيضاً. حسناً، أظن أن هذا يبدو جيداً. دعوني أتفقده. أجل، لقد تحول إلى تنورة لطيفة جداً. أنا ذكية جداً. مرحباً، هل يمكنني الدخول إلى الحفلة الآن؟ أنت الفتاة التي جاءت من قبل. دعيني ألقي نظرة عن كذب. حسناً، تبدين جيدة، ولكن أولاً رقصة الليمبو. انزلي من أسفلها، يمكنك فعلها. مرحا، كان ذلك ممتعاً. كان ذلك صعباً للغاية. أحتاج بعض الحلوى لأعيد رفع طاقتي. إنه لا يدري تماماً. لذيذة، والآن لدي طاقة لأحتفل طوال الليل. حفلة حفلة حفلة. حسناً، سيكون هذا الشيء رائعاً. وبينما أنتظر ناقة. مرحباً يا ديفيد. ماذا؟ أريد شيئاً لاحتسائي أيضاً، أرجوك. حسناً، بالتأكيد. يوجد مزيج من الشوكولاتة الساخنة هنا. لذيذة، حلوة. أجل، دعيني أحضر هذا. أنتِ ماذا تفعلين؟ لقد أكلتِ كل الحلوى. هيا أعطيني إياها الآن. أنا جاد، أعطيني إياها فوراً. أنا لا أمزح. أنا غاضب منك الآن. لكن الحلوى. حسناً، خذيها مجدداً إن كانت مهمة لك إلى هذا الحد. مرحا، شكراً يا ديفيد. والآن ليس لدي أي حلوى لأكلها. حسناً، لا أراها في أي مكان. يمكنني التسلل إلى الداخل. والآن يمكنني إخراج كيس حلوى الديدان الهلامية الذي خبأته هنا. أحب الحلوى الهلامية جداً. مرحباً يا ديفيد، هل يمكنني أن أحصل على بعض الديدان الهلامية أرجوك؟ خذي الكيس بأكمله إذن. لقد أخذت، لكن كان ذلك جزءاً من خطتي، لأنه بينما تأكل تلك لدي مخزون سري أكثر. أخذت أنبوب معجون أسنان وأفرغته بالكامل. انظروا إلى ذلك، انظروا إلى ذلك الجل. حسناً، الأنبوب فارغ، وسألقي معجون الأسنان فحسب. والآن سأضع الديدان الهلامية، ستنزلق داخل الأنبوب. إنها بمقاس مثالي تماماً. والآن سأعيد وضع الغطاء لأنهي هذا التنكر. والآن حين أريد أكل دودة هلامية، لدي واحدة جائزة. جيدة جداً. أنا جائع للغاية فجأة. مهلاً، قلم يا رصاص بالطبع. ماذا إن كان في الحقيقة من الحلوى؟ أجل، سأكله بأكمله. ماذا يفعل هناك؟ ديفيد، توقف. ماذا؟ هل تريدين بعضه؟ هل أريد قلم رصاص؟ قلم رصاص؟ صحيح، كنت أتخيل فحسب أنه طعام. ديفيد، انظر، دعني أريك كيف يختلف قلم الرصاص. بدأت ببعض الشوكولاتة بالطبع، ثم وضعتها على ملعقة وأحضرت مجفف شعري. كان الوقت قد حان لإذابة الشوكولاتة، ثم احتجت إلى قلم الرصاص. من السهل إزالة الممحاة. أضفت أنبوباً صغيراً في نهاية القلم الرصاص، وبهذه الطريقة يمكنني سكب الشوكولاتة الدائبة في الداخل. انظر إلى هذا، لكنني كنت بحاجة إلى تركها لتجف وتثبت. ممحاة من الشوكولاتة على قلم الرصاص، تفضل، يمكنك أن تأخذ هذا. شكراً يا ماديسون، أنت رائعة. هذا لذيذ جداً، إنه يشبع ذلك الجوع أيضاً. ديفيد، لا، توقف، باقي القلم مجرد قلم رصاص عادي. نسيت مجدداً، هذا خطأي. أي هذه الأطعمة تود أكلها أكثر؟ دعنا نعرف في التعليقات. ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو.